طيب عندنا خبر بس ليه علاقة بمجلس النواب. أولا الجلسة اللي جاية إن شاء الله على لسان وكيل مجلس النواب سيد الشريف قال إن هيئة المكتب هتعرض أمر رجوع البث المباشر لجلسات البرلمان في أول جلسة عامة هتتم بعد ما الحكومة تلقي بيانها يوم 27 مارس الجاري، وإن النواب طبعا هم اللي هيقرروا إذا كان البث المباشر يرجع ولا لأ.